من 48 ولاية جينا في كلية المحروقات تلمينا نخبة العام من كل جيل حتى بعد الرغبات نقراو في قليل بنينا مستقبلنا على حساب اقتصاد البلاد 97% مدخول بترول وغاز في التصدير بلا الاستيراد دخلت نقرا فيها مورالي طالع قلت صوفي تروحي والدية وبان نور المستقبل ساطع إطارات رفدوا البلاد في مجال الاقتصاد لكن بعد 5 سنين قراية تهمشنا قانون دارته العصابة فنشنا مدو من 14 والمتخرج يعاني بسبت قرار داروه مكرة وبالعاني اسمعوني ايه اسمعوني انا طالب واعي ومثقف يطالب فيكم بالعدل يتمصف يجيك مطالب حقي في التوظيف من غير الولاية البترولية ما عندي حتى وصيف شوفوا لينا راه هلكنا الشوماج لحد شادين وحتى الكتف عواج كرهنا الوعود عم يجي بعام وما بان الهلال قضيتنا باينة الحلول كاينة علاش كل هذا التضليل طالب حقيك عندي الجنسية الجزائرية علاش في التوظيف دعتولنا شروط تعجيزية جيب السيرفيس جيب الإقامة والهوية صحراوية وإذا عندك العرف تفوت من تحت الطاولة بدون شفافية شكون يتحمل المسؤولية 3 وزارات رماتنا في الجهوية مستقبل مجهول بديبلومي الرول تعب سنين في حياتي راح بقرار بهلول يا مسؤول فهمني وش راني نقول في الاجتماع عطيتونا الحق على شرك في بلاستيك مشلول صوتي راح من العياط غير شوفوا لينا بإنسانية علاش كي دومونديت حقي درتولي الغاز في عينية طالب المحروقات ضحية حتى الوين نبقوا هكذا مهمشين حتى الوين المتخرج يعاني ولي بوست يطيروا بلا جنحين حتى الوين الضوء طافي على مستقبلنا حبيتو نبقاو ساكتين حتى الوين المعرفة في الديارة طاغية وصحاب الاختصاص في الشوماج قاعدين